صحاف انتم جرابين بفلوسنا هيا ما نجموش نجبدوا فلوسنا علاش سامحني علاش قال لك لا كارني دي بارلي ما يموتوا بالشر من هذا اللي عم سكر البوصه قال لك كارني دي بارلي برا تاع البي دي جي قال لك هذاك المسؤول اللي تيا هذاك قال لك متكلف لهنا قال لك لا ما تجبدش فلوسك علاش علاش موتوا بالشر نحن هنا هاي محلوله البوصه هي قال لك لا ما تجبدش كارني دي بارلي تتبوه بالكلب وعلاش دي بارلي قال لك فلوسه يخدموا لنا بها وقال لك لا هو المسؤول هذا قال لك علاش 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 فلوسك ما تجبدوهاش قال لك لا قال لك لا خل تصورك خل تصورك علاش فهمتي برا اخي بي دي جي برا راسك برا البي دي جي لحظه برا راسك مسؤول كيما كان تحدث برا تتخالفي لحظه سامحني علاش تحدث كلام زايد سمعتيا كان عجبك سمعتيا علاش البوسطه مسكره قدام العباد سامحني سامحني قادر كل انسان لحظه لحظه صحافه 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 عايش خويا صحافه صحافه خلينا نتفرج يا ولدي تو تسجلني وتتعمل لي عمله انت ولا هي؟ علاش؟ اخبر راسك وما قل فهمك. من وقتاش تستنى هنا؟ بالسريع وفما بالنومر ولا كيفاش؟ فماش الوضع صحته بالعبيه شفتهم يسكروا في الباب البرا شيخوا للبيت غيز بلاد يخسي بيه كيفاش؟ غيز بلاد يخسي بيه صور بربي صور صورني انا من وقتاش انتوا هوني من 8 من تاع الصباح وما عندناش شهرينا من نهار الجمعة قاعدين قاعدين بالصف مش قاعدين زوز من الناس اللي تيجي باش حتى الكل واحد صوم فرش ريكاردي 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 صورك العارف فرش كيفاش هذا بلاك نيوز Pas de personnel, pas de personnel. Absent, les guichets fermés. من وقتاش انتم تستناو؟ نصفاه نصفاه هكا كيش بس، توتي بوست راهو. شفت بوستات اخرين، شفت دي بوستات. اي كيف كيف، لا ميم شوز، لا ميم شوز. سامحني مدام قالوا لكم بالرقم بالرقم كيفاش؟ البارح الوطنية قالوا باش يرجعوا اليوم، الوطنية قالوا باش يرجعوا. اوفيسيل. ومشينا للدار ما حتى من الصباح. حتى مسؤول ما خرجش. حاج جيت البوصة باش تاخذ شهريتك اليوم وكيفاش الوضع؟ الوضع مزري، الوضع مزري عمره ما صارت في تونس. من وقتاش؟ اليوم قالوا لكم البوصلة باش تتحل اليوم قالوا اوفيسيال فور بروندر الترافاي وتفهم الوطني سامحني في درام وشر دارك هاو هاو كل من حل حد وزوز نفس الوضعية نفس الوضعية في شارع دوغور في شارع في شارع كوسور من الصباح من 7 نتاع الصباح انتم هوني حل 10 ولا 9 وكيفاش قاعدين فما عباد قاعده تقضي في امورها ولا بالصف ولا كيف؟ عندك شريعة هاو جابوا لنا البوليسية خرجوا فينا بالقوة. يا حاجة
مدام سمعني مدام انت من وقت ايش انت هون؟ انا من 8 ونص جيت من ساعة بالضبط سمعني انا جاية باش نجبة شريت لأيتين اها شنو قالوا لكم كيفاش الوضع بالضبط؟ اولا مسكرة الاتراك من الألمانية فاتت إلى يومنا هذا ما فما حاجة اليوم باش يحلوا المستعدين يحلوها في العاشرة غير ما حاجات منها الوضع مسري اسعى تسعى كيشيات توز بركة عملت الحرب وضع مسري يعني للدرجة هذه وصلت لبلاد بالطريقة هذه للدرجة هذه للدرجة هذه تونس والنيل فما ريس يعني توصل يسكروا ما تكملوش تقضي أمور أنا مثال كنت واقفة أول ما دخلت كنت واقفة أنا كنت واقفة بجيب ثلاثة كي وصلت قالت لي لا هنا الشيكات قلت لها علاش ما قلتليش مقبل علاش ما قلت مقبل قالت لك لا هنا الشيكات رساكي عاود شديت الصف من غادي من أول وستيت يعني يوريك احنا لوين وصلنا وضع مزري بأتم معنى كلمة بلاد ضاعت هذا وقت متاع بلاد هذا وقت متاع اني بلاد يوصل فيها هكا هذا وقت متاع بلاد نوصلوا نتناربوا نحن كشعب نوصلوا نكرفوا في بعضنا هكا يعني اللي شادين الكراسي ناس كبار مرتاحين ومسايدين الناس اللي قلالنا ناس كبار ياخذوا شيء 120 دينار هذا حالنا الناس الكل هذه تونس وين وصلت هذه الحرية هذه الديمقراطية اللي تحكيوا عليها سامحني كيما ان شاء
شوفوا رئيس المكتب سكر علينا الباب. اي اي هذا اللي خلص ذكر هانتنا هنا. رئيس المكتب سكر الباب. رئيس المكتب نحبوا إجابة رسمية. إجابة رسمية للمواطنين. سيد رئيس المكتب إجابة رسمية. إجابة رسمية للوسائل الإعلام. سيد رئيس المكتب البريد فيها إجابة عاود يسكر علينا الباب مرة أخرى كما قاعدين نشوفوا. عاود سكر علينا الباب المفتاح. مين نخرجوا مين نخرجوا مين؟ أها وحل الباب هذا تخرج. كيف رئيس مكتب البريد مسكر؟ حد ما يحل. يا معلم ايشو خرجونا يرحم والديكم، شنو هي الحكاية؟ على مزريا على مزريا
يسكر علينا الباب في كل مرة يسكر علينا الباب ولا